الرئيس السيسي يؤكد الاستمرار في بذل الجهود لإنهاء الأزمة السودانية وتكثيف التواصل مع الأطراف الفاعلة لإنهاء الوضع الجاري. غدا انتخابات رئاسية حاسمة في تركيا، الناخبون يختارون بين أردوغان وكيلتشتار رئيسا جديدا للبلاد. تصاعد حدة هجمات الطائرات المسيرات الأوكرانية داخل روسيا واتهامات لكييف باستهداف مرافق لأنابيب النفط في عمق البلاد. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. نشرتنا أخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرنس في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي والتي انعقدت لبحث الأزمة الراهنة في السودان. وخلال الجلسة الافتتاحية للقمة ألقى الرئيس السيسي كلمة أكد خلالها الأهمية القصوى للتنسيق الوثيق مع دول الجوار لحلحلة الأزمة في السودان، مشددا على تكامل جهود مصر مع مختلف المسارات الإقليمية من أجل إنهاء الأزمة في السودان. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرنس في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي التي انعقدت لبحث الأزمة الراهنة في السودان، وذلك بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة وعلى رأسهم الرئيس يوري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا الرئيس الحالي لمجلس السلم والأمن، بالإضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وأمين عام جامعة الدول العربية وسكرتير عام منظمة الإيجاد ومبعوثة سكرتير عام الأمم المتحدة للقرن الإفريقي. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن قمة مجلس السلم والأمن ركزت على مناقشة سبل خفض التصعيد في السودان والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية لوقف إطلاق النار وتعزيز الممرات الإنسانية والعودة للحوار السلمي. وقد ألقى السيد الرئيس كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي فخامة الرئيس يوري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا الشقيقة ورئيس مجلس السلم والأمن الإفريقي، أخي فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر الشقيقة ورئيس الاتحاد الإفريقي، أخي السيد موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، أصحاب الفخامة السيدات والسادة، أود في البداية أن أعرب عن التقدير لتوجيه الدعوة إلى مصر للمشاركة في هذا الاجتماع المهم لمناقشة تطورات الأوضاع في دولة السودان الشقيق. إن اجتماعنا اليوم يحمل بالإضافة إلى أهميته السياسية قيمة رمزية بتأكيد استمرار الشراكة بين الأطراف الإفريقية وكافة الشركاء الدوليين والوكالات الإغاثية للعمل معاً نحو سودان مستقر وآمن. السيدات والسادة، لعلكم تتفقون معي أن استقرار السودان الشقيق والحفاظ على وحدة أراضيه وتماسك مؤسساته سيكون له نتائج إيجابية ليس فقط على الشعب السوداني ولكن على الأطراف الإقليمية كافة. ومن هنا تثمن مصر جهود مفوضية الاتحاد الإفريقي بقيادة رئيس المفوضية موسى فقيه للتعامل مع الأزمة السودانية، والتي كان أبرزها الاجتماع الموسع الذي عقد على المستوى الوزاري يوم 20 إبريل الماضي وأثمر عن تشكيل آلية تضم الأطراف الفاعلة ومن بينها مصر. ويأتي اجتماعنا اليوم لاعتماد خطة خفض التصعيد التي تمت صياغتها بالتنسيق مع دول الجوار بما يمثل خطوة مهمة في سبيل تحقيق الاستقرار والتوافق الداخلي وإنهاء الصراع الدامي الحالي. السيدات والسادة، إن الجهود المبذولة في إطار الاتحاد الإفريقي تأتي مكملة لمسارات أخرى ومن ضمنها جامعة الدول العربية التي أقرت قمتها الأخيرة تشكيل مجموعة اتصال وزارية عربية للتعامل مع الأزمة، وكذا جهود تجمع الإيجاد والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال مفاوضات جدة ونصت على الالتزام بوقف إطلاق النار
وفتح الطريق لنفاذ وتوزيع المساعدات الإنسانية وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة، وهي المسارات التي يتعين أن تقوم على معايير موحدة ومنسقة يدعم بعضها البعض وتؤسس لخريطة الطريق للعملية السياسية تعالج جذور الإشكاليات التي أدت إلى الأزمة الحالية، وتهدف إلى مشاركة موسعة وشاملة لجميع أطياف الشعب السوداني. وتؤكد مصر في هذا الصدد الأهمية القصوى للتنسيق الوثيق مع دول الجوار لحلحلة الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار بالسودان، باعتبارها طرفا أصيلا ولكونها الأكثر تأثرا بالأزمة والأكثر حرصا على إنهائها في أسرع وقت. لقد طلعت مصر بمسؤوليتها باعتبارها دولة جوار رئيسية لجمهورية السودان من خلال تكثيف التواصل مع الأطراف الفاعلة كافة والشركاء الدوليين والإقليميين للعمل على إنهاء الوضع الجاري، واستندت مصر في تحركاتها إلى عدد من المحددات التي نأمل أن تأتي الجهود الإقليمية والدولية متسقة معها أهمها. أولاً، ضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وبما لا يقتصر فقط على الأغراض الإنسانية. ثانياً، وجوب الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في السودان والتي تعد العمود الفقري لحماية الدولة من خطر الانهيار. ثالثاً، إن النزاع في السودان هو أمر يخص الأشقاء السودانيين، ودورنا كأطراف إقليمية مساعدتهم على إيقافه وتحقيق التوافق حول حل الأسباب التي أدت إليه في المقام الأول. وتؤكد مصر في هذا الصدد احترامها لإرادة الشعب السوداني وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وأهمية عدم السماح بالتدخلات الخارجية في أزمته الراهنة. رابعاً، إن التداعيات الإنسانية للأزمة السودانية تتجاوز حدود الدولة وتؤثر على دول الجوار التي يتعين التنسيق معها عن قرب، وقد التزمت مصر بمسؤولياتها في هذا الشأن عبر استقبال حوالي 150 ألف مواطن سوداني حتى اليوم، بجانب استضافة حوالي 5 ملايين مواطن سوداني تتم معاملتهم كمواطنين. وأدعو في هذا الصدد الوكالات الإغاثية والدول المانحة لتوفير الدعم اللازم لدول الجوار حتى يتسنى لها الاستمرار في الاطلاع بهذا الدور. السيدات والسادة، في الختام أود إعادة تأكيد استمرار مصر في بذل كل الجهود من أجل إنهاء الأزمة الحالية، بما في ذلك عبر دعم جهود الاتحاد الإفريقي وجميع الآليات القائمة لإنهاء الصراع الحالي، وكذلك مواصلة التنسيق مع كافة الشركاء والمنظمات الإغاثية لدعم جهود توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسودان للتخفيف من الوضع الإنساني المتدهور. الأشقاء الأعزاء، أثق كل الثقة أن اجتماعنا اليوم ستظهر عنه النتائج التي يأمل فيها الشعب السوداني من أشقائه الأفارقة، والتي يحتمها واجبنا تجاه هذا الشعب في هذا الظرف الذي يمر به والذي لن ينسى وقفة أشقائه معه، كما تضامن السودان مع أشقائه خلال المراحل التاريخية المختلفة. وفقنا الله جميعا لما فيه الخير لشعوبنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكد مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي أنه لا حل لأزمة السودان عسكريا، وأنه يجب وقف القتال فورا دون شروط مسبقة. وشدد المجلس على أن القتال في السودان سببه اختلاف الرؤى بشأن الاتفاق الإطاري الموقع في ديسمبر الماضي، كاشفا عن أن عدد النازحين بسبب القتال في السودان وصل لأكثر من 700 ألف حتى 9 مايو الجاري. من جهته، شدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في السودان بموجب القانون الإنساني الدولي، داعيا لتنسيق الجهود الدولية لحل الأزمة في السودان برعاية الاتحاد الأفريقي.
أعلنت الشرطة السودانية توسيع انتشارها في أنحاء البلاد واستدعاء الضباط المتقاعدين القادرين على المساعدة في حفظ الأمن بالسودان. يأتي ذلك فيما شهدت العاصمة الخرطوم هدوءا نسبيا رغم ورود أنباء عن اشتباكات متفرقة في شمال غرب العاصمة وجنوب مدينة أم درمان المجاورة للعاصمة. أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن كميات من الحبوب تكفي لإطعام مليوني شخص ستصل إلى السودان على متن عدد من السفن. يأتي ذلك فيما أوضح برنامج منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم أن المنظمة في سباق مع الزمن لإيصال المساعدات لملايين الأشخاص في السودان قبل حلول موسم الأمطار في يونيو المقبل. أعرب المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة لشرق أفريقيا مايكل دانفورد عن قلقه إزاء تداعيات الأزمة في السودان على جميع أنحاء المنطقة ولا سيما في دولة جنوب السودان. وأضاف دانفورد أنه حتى قبل الأزمة الحالية في السودان فإن 70% من السكان كانوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، مشيرا إلى عدم قدرة برنامج الأغذية العالمي على تلبية احتياجاتهم في الوقت الحالي. يتواصل توافد المصريين وبعض مواطني الجنسيات الأخرى من الأراضي السودانية إلى معبري أرقين وقسطل الحدوديين، حيث تتوافد الحفلات التي تقل الوافدين واستمرار التسهيلات والتعزيزات التي تقدمها السلطات، خاصة الخدمات الصحية التي تقدم من خلال العيادات المتنقلة التي دفعت بها وزارة الصحة لتقديم الدعم الصحي والطبي للمصريين وذوي الجنسيات الأخرى. إن دعوتي للحوار الوطني تأتي من يقين راسخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات. والذي أتطلع لأن يكون شاملاً وفاعلاً وحيوياً، يحتوي كافة الآراء ويجمع كل وجهات النظر ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستويات. قرر مجلس أمناء الحوار الوطني في اجتماعه اليوم عقد جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، وذلك استجابة لدعوة الرئيس السيسي. وتهدف الجلسة التي تعقد الأربعاء الموافق 31 من مايو لمناقشة مشروع قانون المحال إلى الحوار الوطني بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناء على توجيه رئيس الجمهورية. هذا وعقد أيضا مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعا بهدف تقييم الأسبوعين الأخيرين للحوار. ناقش الاجتماع مجموعة التوصيات التي صدرت خلال الجلسات الأخيرة، إضافة إلى الموضوعات التي شهدت خلافات بهدف الوصول إلى نتائج. كان المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان قد أعلن جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار الذي يبدأ الأحد الموافق 4 من يونيو المقبل بمناقشة المحور السياسي وما يشمله من جلسات بشأن تعزيز العمل الأهلي وقانون حرية تداول المعلومات وعدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. وأوضح المنسق العام أن الحوار يستلزم صياغة الخلاصات والمقترحات الناتجة عن جلساته العامة لكي تعرض على مجلس الأمناء لمناقشتها وإقرارها بصورتها النهائية لرفعها لرئيس الجمهورية، مشيرا إلى الحاجة إلى عقد عدد من الاجتماعات المصغرة المتخصصة المعبرة عن كل الاتجاهات بعد كل عدة جلسات عامة. We'll be right back.
دخلت تركيا فترة الصمت الانتخابي عشية انطلاق جولة الحسم من الانتخابات الرئاسية المقررة بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه مرشح تحالف الأمة كمال كليتشدار أغلو. ومن المنتظر أن تحدد الانتخابات الرئاسية التركية طريقة تعامل أنقرة مع عدد من الملفات والقضايا الداخلية والخارجية. جولة إعادة حاسمة في الانتخابات الرئاسية التركية يسعى خلالها الرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان إلى تمديد فترة حكمه في ظل زخم يبدو أنه يسير لصالحه. فرص أردوغان في الفوز بالرئاسة التركية تتعزز من خلال الأغلبية البرلمانية التي حصل عليها حزبه العدالة والتنمية، إلى جانب الدعم الذي حصل عليه مؤخرا بفضل إعلان التأييد الذي حصل عليه من السياسي القومي سنان أوغان الذي حل ثالثا في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة. انتخابات الرئاسة التركية لن تحدد فقط هوية رئيس البلاد، بل تحدد أيضا طريقة حكمها وإلى أين يتجه اقتصادها ومسار سياساتها الخارجية. على الصعيد الداخلي تجري الانتخابات بعد أكثر من 3 أشهر على وقوع الزلزال المدمر في جنوب شرق تركيا، كما يبرز الاقتصاد في واجهة الملفات التي تتصدر اهتمامات الرئيس المقبل في ظل سياسات خفض أسعار الفائدة وما أدت إليه من ارتفاع في التضخم إلى أعلى مستوى له في 24 عاما عند 85% العام الماضي، بالإضافة إلى هبوط الليرة إلى مستويات تاريخية. الأحزاب المعارضة التي يتهمها أردوغان بتلقي دعم من حزب العمال الكردستاني المعارض للدولة التركية أدلت بدلوها في هذا الصدد وتعهدت بإعادة استقلال البنك المركزي وإلغاء سياسات أردوغان الاقتصادية غير التقليدية مع تفكيك رئاسته التنفيذية والعودة إلى النظام البرلماني السابق، فضلا عن تعهدات بإعادة اللاجئين إلى بلدانهم. على الصعيد الخارجي ورغم سعي تركيا خلال الفترة الأخيرة إلى تصفية مشكلاتها الإقليمية، إلا أن قربها من روسيا يثير تشكيكاً من منتقدين بخصوص التزام أنقرة إزاء حلف شمال الأطلنطي، كما ينتظر حلفاء في الناتو موقفاً حاسماً من تركيا بشأن طلب السويد للانضمام إلى الحلف. وفي إطار العلاقات الخارجية تهدف الأحزاب المعارضة في تركيا حال فوز كليتشدار أوغلو إلى تحسين العلاقات مع الحلفاء الغربيين في رؤية براغماتية لما يمكن أن يكون عليه مستقبل تركيا. صرح مسؤولون ووسائل الإعلام في روسيا أن أوكرانيا أصابت مرافق لأنابيب النفط في عمق الأراضي الروسية. وتشمل المرافق محطة تخدم خط أنابيب النفط الضخم دروكبا الذي ينقل النفط الخام من سيبيريا إلى أوروبا، في حين أدى قصف من أوكرانيا لمقتل شخصين على الأقل، بينما لم تعلن كييف مسؤوليتها عن شن أي هجمات على أهداف داخل روسيا. وتصاعدت حدة هجمات الطائرات المسيرات الأوكرانية داخل روسيا في الأسابيع الأخيرة. هذا وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المخابرات الأمريكية تعتقد أن أوكرانيا هي المسؤولة عن هجوم بطائرة مسيرة استهدف الكريملين في وقت سابق من هذا الشهر. أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين أن حياد أوكرانيا وعدم انضمامها لأي تكتلات سواء حلف شمال الأطلسي الناتو أو الاتحاد الأوروبي من الشروط الأساسية لتسوية النزاع في هذا البلد. وقال جالوزين إن التسوية بأوكرانيا غير ممكنة إلا بتوقف العمليات القتالية الأوكرانية وعدم توريد الأسلحة الغربية لكييف، مؤكدا أهمية حماية سكان دونباس ونزع أسلحة أوكرانيا والقضاء على تهديدات الأمن الروسي من الأراضي الأوكرانية والاعتراف بالحقائق الجديدة على الأرض. وحول حادث الكريملين قال جالوزين إنه كان عملا إرهابيا جديدا نفذه نظام كييف لاغتيال الرئيس الروسي، لافتا إلى أن الهجوم على الكريملين لم تدنه أي دولة غربية. حيث أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية أن روسيا تخطط لمحاكاة حادث كبير في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها قوات موالية لموسكو، وذلك في محاولة لإحباط هجوم مضاد أوكراني مخطط له منذ فترة طويلة. وأوضحت إدارة المخابرات بوزارة الدفاع الأوكرانية أن القوات الروسية ستقصف المنشأة قريبا ثم تعلن عن تسرب إشعاعي، وهذا من شأنه أن يجبر السلطات الدولية على إجراء تحقيق يتم خلاله وقف جميع الأعمال القتالية.
قالت هانا مليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني إن قوات الروسية خفضت مؤقتا من وتيرة هجماتها على مدينة بخموت المحاصرة في شرق أوكرانيا بهدف إعادة تنظيم صفوفها وتعزيز قدراتها. وأوضحت مليار أن القوات الأوكرانية تسيطر بثبات على المناطق المرتفعة المطلة على بخموت من الشمال والجنوب بالإضافة إلى جزء من ضواحي المدينة، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية لم تتقدم خلال اليومين الماضيين بهدف التركيز على مهام أخرى بحسب المسؤولة الأوكرانية. اعترضت الدفاعات الجوية الروسية صاروخين كروز بعيدي المدى من طراز ستورم شادو كانت بريطانيا قدمتها ضمن حزمة المساعدات العسكرية لأوكرانيا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أيضا اعتراض صواريخ هيمرس وحارم أمريكية الصنع ذات المدى الأقصر، وأسقطت 12 طائرة مسيرة خلال 24 ساعة الماضية. أطلقت روسيا صاروخ سيوز من منشأتها الفضائية فوستوشيني كوزمو دروم في أقصى الشرق الروسي. ويحمل الصاروخ الروسي القمر الصناعي كوندور FKA، وهو عبارة عن سلسلة من الأقمار الصناعية لرصد الأرض وتقديم خدمات الاستطلاع العسكري للجيش الروسي. التاسعة مستمرة وتتابعون فيها. مع تزايد التوتر، الرئيس الصربي يؤكد أن جيشه سيبقى في حالة تأهب قصوى قرب حدود كوسوفو، ودعوة دولية لتهدئة الأوضاع. حذر صندوق النقد الدولي من تبعات أزمة سقف الدين والتي من شأنها حال تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها أن تشكل ما سماه بتسونامي اقتصادي عالمي. ويرى الصندوق أن واشنطن بحاجة إلى تجديد السياسة المالية لخفض ديونها الفيدرالية. بعد وضع التصنيف الائتماني للولايات المتحدة تحت المراجعة على وقع أزمة سقف الدين الأمريكي، جاء صندوق النقد الدولي ليحذر من تبعات الأزمة والتي من شأنها حال تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها أن تشكل تسونامي اقتصادي عالمي. ويرى الصندوق أن واشنطن بحاجة إلى تجديد السياسة المالية لخفض ديونها الفيدرالية. وبحسب تقديرات محدثة لوزيرة الخزانة جانيت يلين، هذا السيناريو غير المسبوق لتخلف أكبر اقتصاد في العالم عن سداد ديونه يمكن أن يحصل اعتبارا من 5 يونيو، بعد أن كانت قد أشارت سابقا إلى أنه يمكن أن يحصل في 1 يونيو. ويناقش المفاوضون الديمقراطيون والجمهوريون اتفاقا من شأنه أن يرفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار لمدة عامين حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكنهم ما زالوا على خلاف حول ما إذا كان سيتم تشديد متطلبات العمل لبعض برامج مكافحة الفقر. وإذا تم التوصل إلى اتفاق فلا يزال يجب أن يقر في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بفارق ضئيل، وفي مجلس النواب حيث يشغل الجمهوريون غالبية هشة، وهذا الأمر لن يكون مهمة سهلة، كما أنها قد تستغرق أكثر من أسبوع. على صعيد وضع الاقتصاد الأمريكي، قال صندوق النقد الدولي في بيان صدر بعد مراجعة المادة الرابعة إن أسعار الفائدة الأمريكية ستحتاج على الأرجح إلى البقاء مرتفعة لفترة أطول لترويض التضخم. ورغم المرونة التي أثبتها الاقتصاد الأمريكي في مواجهة السياسة النقدية والمالية الأكثر تشدداً، إلا أن صندوق النقد يرى أن التضخم كان أكثر ثباتاً مما كان متوقعاً. وتوقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد الأمريكي نمواً للعام بأكمله عند 1.7% لعام 2023، وهو أعلى بقليل من توقعاته البالغة 1.6% في أبريل، وانخفاض الإنتاج بنسبة 1.2% على أساس المقارنة في الربع الأخير من العام. وقال الصندوق إنه بينما من المتوقع أن يستمر انخفاض تضخم إنفاق المستهلكين الأساسي والرئيسي خلال عام 2023، فإنهما سيظلان أعلى من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% خلال 2023 و2024. خرجت حشود من المحتجين إلى الشوارع في أكثر من 20 مدينة إيطالية للمطالبة بزيادة الأجور واتخاذ إجراءات حكومية لمعالجة التضخم المتصاعد. واحتشد المتظاهرون في المدن الإيطالية الكبرى بما في ذلك روما وميلانو وتورينو ونابولي للتعبير عن استيائهم من مستوى التضخم المرتفع، مدعين أن قوتهم الشرائية قد انخفضت بشدة. هذا ويلقي العديد من المتظاهرين باللوم على الأزمة الأوكرانية باعتبارها السبب الرئيسي لارتفاع التضخم وتكاليف المعيشة.
قال وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو إن التنمية الاقتصادية والتجارية في منطقة آسيا والمحيط الهادي ما تزال تواجه العديد من الاضطرابات والتحديات. أدلى وانغ بهذه التصريحات في مؤتمر التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي إيبك في مدينة ديترويت. وقال وانغ إن منطقة آسيا والمحيط الهادي كانت دائما المنطقة الأكثر حيوية للنمو وإمكانات التنمية والمرونة الاقتصادية في الاقتصاد العالمي. كما حث وانغ دول الأبيك على تبادل السياسات والتنسيق وتعزيز التعاون الصناعي والاستثمار في البنية التحتية ومساعدة الاقتصادات الأقل نموا ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على تقاسم فرص التنمية. أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن الجيش سيبقى في حالة تأهب قصوى قرب الحدود مع كوسوفو غداة صدامات بين السكان وشرطة كوسوفو في ثلاث مناطق ذات أغلبية صربية. وكانت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وكذلك الناتو قد دعوا سلطات كوسوفو إلى التراجع الفوري عن قرارها بنشر القوات الخاصة في تلك المناطق وحل الوضع من خلال الحوار. الأوضاع في كوسوفو على صفيح ساخن، مواجهات يشهدها الإقليم بين عدد من السكان الصرب والشرطة التي فرقت بالغاز المسيل للدموع حشدا من المتظاهرين احتجاجا على تولي ألبان رئاسة بلديات في شمال البلاد بناء على نتائج انتخابات يطعن الصرب على شرعيتها. رؤساء البلديات انتخبوا في اقتراع محلي نظمته سلطات كوسوفو في 23 أبريل في أربع مناطق يشكل الصرب الذين قاطعوا الانتخابات أغلبية فيها، ولم يشارك في الاقتراع سوى 1500 ناخب من أصل 45,000 مسجلين. واشنطن أدانت قرار سلطات كوسوفو تعيين هؤلاء المسؤولين، وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن هذه الخطوة أدت إلى تفاقم الخلافات بشكل غير ضروري، بما يقوض الجهود المبذولة للمساعدة على تطبيع العلاقات بين كوسوفو وصربيا. التصعيد جاء بعد شهر على إعلان الاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق بشأن تطبيع العلاقات بين بلغراد وبرشتينا خلال اجتماع في مقدونيا الشمالية، لكن لم يوقعه أي من الطرفين. وفي بيان خماسي دعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا طرفي الأزمة إلى احتواء التصعيد، معربين عن قلقهم إزاء قرار صربيا رفع مستوى تأهب قواتها المسلحة عند الحدود مع كوسوفو. ووضع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش الجيش في حالة تأهب قصوى كما حدث عدة مرات في السنوات الأخيرة بسبب التوتر مع كوسوفو، كما أمر بالتحرك باتجاه الحدود مع إقليم كوسوفو. في المقابل هدد الحزب الصربي الرئيسي في كوسوفو برد حاسم من جانب الصرب إذا لم يتوقف القمع الذي تمارسه سلطات كوسوفو ضدهم. وتشهد كوسوفو الإقليم الصربي السابق الذي أعلن استقلاله في عام 2008 مواجهات متكررة في الشمال، حيث تشجع بلغراد الصرب على تحدي سلطات البلاد التي تسعى لفرض سيادتها على المنطقة بأكملها. في شأن آخر، استقال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش من منصبه كزعيم للحزب التقدمي الصربي الحاكم خلال مؤتمر للحزب. وأضاف فوتشيتش أن هناك حاجة إلى نهج جديد لتوحيد البلاد، مؤكدا أنه سيظل رئيسا للدولة.
وجاءت هذه الخطوة في أعقاب احتجاجات مناهضة للحكومة بسبب واقعة إطلاق نار عشوائي أدت لمقتل 18 شخصا هذا الشهر. أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن حاملة الطائرات الصينية شاندونغ أبحرت عبر مضيق تايوان ترافقها سفينتان أخريان. وأوضحت الوزارة أن حاملة الطائرات التي دخلت الخدمة في عام 2019 أبحرت باتجاه الشمال عبر المضيق والتزمت بالجانب الصيني من خط المنتصف الذي يعد حاجزا غير رسمي بين الطرفين. وإلى إيطاليا، حيث أعلنت جماعة إنقاذ محلية أن سفينة تابعة لها لم تعثر على أي أثر لقارب قيل إنه واجه اضطرابات وسط البحر وعلى متنه 500 مهاجر، جاء ذلك بعد يوم كامل من البحث في البحر المتوسط. وأكدت منظمة الطوارئ غير الحكومية إمرجنسي في بيان من ميلانو إن السفينة لايف سابورت لم تعثر على أي حطام. أعلنت البعثة الأثرية المصرية في مؤتمر صحفي عالمي عن كشف أثري جديد بمنطقة أثار سقارة، ونجحت البعثة في الكشف عن أكبر ورشتين للتحنيط بكامل محتوياتهما، إحداهما آدمية والأخرى حيوانية، بالإضافة إلى مقبرتين وعدد من اللقى الأثرية. كنوز وأسرار لا تنضب من أرض الكنانة لتبوح لنا بأسرار عظمة القدماء المصريين. فتزينت منطقة سقارة الأثرية باكتشاف أثري جديد من الأسرتين الخامسة بالدولة القديمة والثامنة عشرة بالدولة الحديثة. نعني للكشف عن أكبر ورشتي تحنيط آدمية وحيوانية في منطقة سقارة. الورشة اللي احنا بنتكلم فيها احنا واقفين عندها دلوقتي دي الآدمية، السراير اللي كانت بتتغسل فيها الأجساد، بنلاقي فتحة صغيرة نسميها المزراب اللي كانت بتنزل المية بعد الغسيل، لقينا الأدوات اللي استخدمها المصري القديم في فتح الجسد عشان يطلع معدة وأمعاء وكبد ورئتين، لقينا بعض من الأواني الكانوبية اللي كانت بتسمى أواني حفظ الأحشاء أثناء أعمال الحفاير، لقينا برضو مقبرتين. أهمية الكشف هنا إن لأول مرة بنلاقي إن ورش تحنيط ملحقة بالمعابد في داخل الجبانة هنا في منطقة سقارة، وده يعني مستقبليا سيزيح الستار عن الكثير من الغموض الذي يكتنف ورش التحنيط في مصر بشكل عام وفي سقارة بشكل خاص. الكشف بأيادي البعثة الأثرية المصرية كشف الستار لأول مرة عن ورشتين للتحنيط آدمية وحيوانية تعودان لأواخر عصر الأسرة الثلاثين وبداية العصر البطلمي، وعثر بداخل الورشتين على أدوات ومواد للتحنيط بالإضافة للكتان ومواد لحماية المومياوات من التفاعل الكيميائي، كما عثرت البعثة على مقبرتين وعدد من اللقى الأثرية. احنا شغالين في المكان ده من شهر 9 اللي فات، كان كمية الرديم زي ما انت شايف الدكتور مصطفى قال بنفس المنسوب كده، بدأنا نرفع الرديم واحدة واحدة، ظهرت معنا ورشة التحنيط دي بتاع ورشة التحنيط الأدمي، ثم ورشة التحنيط الحيوان، ثم المقابر بعد كده، مقبرة دولة قديمة أسرة 5، ثم المقبرة الدولة حديثة أسرة 18. احنا فريق كل مصري طبعا، ما بيهمناش ولا حر ولا شتاء ولا برد، طبعا بنردد بعض الكلمات اللي هي بتدي حافز لينا، زي مثلا بنردد اللي معانا الله معاه واللي علينا الله عليه الصلاة عليه يا عم صلي، لو في 80 عامل في الشغل بنردد ورانا بعض الكلمات ديت، طبعا دي بتدي قوة وإيجابية للعمال ما بيحسوش بتعب ولا حاجة. إنه اكتشاف آخر مدهش، وإنها لمفاجأة كبيرة لنا جميعا أن نرى ورشة التحنيط هذه والتي يبدو أنها الوحيدة والأكبر في مصر، وقد وجدوا معظم الأدوات المستخدمة في التحنيط، ويعد هذا إضافة كبيرة للأبحاث العلمية في عالم المصريات، وأتمنى أن يجذب هذا الاكتشاف عددا أكبر من السائحين لسقارة. أنا سعيدة ومتحمسة لوجودي هنا لمشاهدة هذا الاكتشاف بنفسي وبقبرة العديد من مواقع الحفريات مثل مصر، ولذلك أنا مهتمة جدا، فبمصر أينما تحفر ستجد الكنوز والحضارة طوال الوقت،
ويعد هذا الاكتشاف هاما جدا. أعتقد أن سقارة ما زال لديها الكثير لتقدمه. أما المقبرتين نيح سوتبا ومن خبن رع من عصر الدولتين القديمة والحديثة، فكان اكتشافهما نتيجة عمل استمر لما يقرب من 8 أشهر منذ أغسطس 2022 التي بدأت بإزالة الرديم والرمال وصولا للكشف الأخير الذي يعد واحدا ضمن 50 بعثة أثرية مصرية تعمل على مستوى الجمهورية. متحف أثري مفتوح، منطقة سقارة التي أدهشت العالم باكتشافات أثرية مميزة تعود إلينا بسر جديد من أسرار التحنيط الذي حير العلماء وأكد على سبق وتطور الحضارة المصرية القديمة. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال. وسارة نجيب، أهلا بك سارة. شكرا لكم سحر ويوسف. ومشاهدينا، هذه وقفتنا الاقتصادية لتسعة. سلمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رخصتين ذهبيتين في قطاع إنتاج الأجهزة المنزلية والسلع المعمرة بمدينة العاشر من رمضان، ليصبح إجمالي عدد الشركات الحاصل على الرخصة الذهبية 15 شركة. وذكرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الدولة تتجه لتحقيق زيادات ملحوظة في استقبال التدفقات الاستثمارية المباشرة خلال الفترة المقبلة، بعد أن شهدت دعما رئاسيا وحكوميا هائلا للاستثمار عبر إقرار وثيقة ملكية الدولة وتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، موضحة أن زيادة الصادرات وتشغيل العمالة وتوطين تكنولوجيا صناعة الأجهزة المنزلية أهم مكاسب الاقتصاد المصري من الاستثمارات الجديدة. قام رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين والوفد المرافق له بجولة تفقدية بشركة ميديا لصناعات الأجهزة الكهربائية بمدينة غوانزو الصينية. يأتي ذلك ضمن الجولة الترويجية لوفد الهيئة في جمهورية الصين. وأكد رئيس الهيئة على الدعم الكامل الذي تقدمه المنطقة لشركة ميديا من خلال الحوافز الاستثمارية وتسريع وتيرة أي إجراءات لتتمكن من التصدير للأسواق الأوروبية والإفريقية والشرق الأوسط، وأيضا دعم تصدير منتجاتها للسوق المحلي الذي يعد من الأسواق المستهلكة للأجهزة الكهربائية من تكييفات وغسالات أطباق لهذه العلامة التجارية. انتظمت أعمال توريد القمح لصوامع محافظة سوهاج، حيث تم زيادة الساعة التخزينية للأقماح بنطاق المحافظة، وذلك بعد زيادة نسب توريد القمح المحلي هذا العام عن السنوات السابقة، حيث وصلت نسبة الملء في صوامع سوهاج حتى الآن إلى نحو 85% من الساعة التخزينية. جهود كبيرة تبذلها الدولة لتوفير القمح الذي يعد المحصول الاستراتيجي والحيوي الأول في العالم. ففي محافظة سوهاج انتظمت أعمال توريد القمح لصوامع المحافظة، حيث تم زيادة الساعة التخزينية للأقماح بنطاق سوهاج بعد زيادة نسب توريد القمح المحلي هذا العام عن السنوات السابقة. تم فتح شونة أولاد نصير التابعة لصومعة أولاد نصير بسعة تخزينية 2400 طن، وإحنا ولله الحمد في أقل من شهر تم ملء حوالي 85% من السعة التخزينية لصومعة سوهاج. نسبة ملء الصوامع في سوهاج وصلت حتى الآن إلى ما يقرب من 85% من السعة التخزينية، مع تجهيز شون بديلة لاستقبال كل كميات محصول القمح المورد. نظرا للإقبال الكثيف من الموردين والمزارعين على صومعة أولاد نصير، تم زيادة السعة الاستيعابية للصومعة بفتح شونة أولاد نصير لاستلام الأقماح بسعة تخزينية 2400 طن، والحمد لله الانتاج مبشر ويزيد عن مثيلاته في الأعوام السابقة، والأمور تمام وطيبة الحمد لله. محافظة سوهاج أعلنت توريد ما يزيد عن 60,000 طن من الأقماح إلى المواقع التخزينية من الشون والصوامع حتى الآن، والتي تبلغ 16 موقعا تخزينيا على مستوى المحافظة.
في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط مع اقتراب المسؤولين الأمريكيين فيما يبدو من التوصل لاتفاق بشأن سقف الدين الحكومي، إضافة إلى تقييم السوق الرسائل المتباينة حول الإمدادات النفطية من السعودية وروسيا قبيل الاجتماع التالي لتحالف أوبك بلس بشأن سياسة الإنتاج. وارتفع خام برنت بنسبة 9% مسجلا 76 دولارا و95 سنتا للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.2% مسجلا 72 دولارا و67 سنتا للبرميل. وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.14% لتصل إلى $2.36 سنتا للتر، في المقابل انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.38% لتسجل $2.42 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وأظهرت بيانات رسمية أن أرباح شركات القطاع الصناعي في الصين تراجعت في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023 مع استمرار معاناة الشركات من ضغوط هوامش الأرباح وكذلك من ضعف الطلب وسط تعثر التعافي الاقتصادي. وأشارت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء إلى أن الأرباح انخفضت 20.6% من يناير إلى إبريل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما انخفضت بنسبة 21.4% في الأشهر الثلاثة الأولى. وفي إبريل وحده تراجعت أرباح شركات القطاع الصناعي 18.2% على أساس سنوي وفقا للمكتب الوطني للإحصاء الذي يقدم بيانات شهرية فقط في بعض الأحيان. وكانت الأرباح قد انخفضت بنسبة 19.2% في مارس الماضي. أعلنت حكومة فيتنام أنها تسعى لخفض صادراتها من الأرز بنسبة 44% إلى 4 ملايين طن سنويا بحلول عام 2030، وذلك لضمان الأمن الغذائي المحلي وحماية البيئة والتكيف من التغير المناخي. وقالت الحكومة إن إيراداتها من تصدير الأرز ستتراجع إلى 2.62 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030 مقارنة ب 3.45 مليار دولار في عام 2022. وتعد فيتنام ثالث أكبر بلد مصدر للأرز في العالم بعد الهند وتايلاند. نهاية جولتنا الاقتصادية لتسعة، والآن عودة مرة أخرى إلى سحر ويوسف، إليكم. شكرا لك سارة. انطلقت فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في القاهرة بمشاركة 30 فرقة محلية وأجنبية، ويقام المهرجان هذا العام تحت عنوان حوار الطبول من أجل السلام. وللمزيد معنا مراسل التلفزيون المصري باسم أبو العنين. باسم، دعنا في تفاصيل الأجواء لديك. مساء الخير عليكم جميعا، هنا من قاهرة المعز تنتشر الفرحة هنا رغم الأجواء السيئة نوعا في هذا اليوم والأتربة، ولكن رغم هذا الجو الملبد بالرياح الشديدة والأتربة كان الحضور الجماهيري من كل الفئات وكل الأعمار السنية بكثافة شديدة كما يتضح لنا في الفيديوهات التي ترونها، بحضور السيدة وزيرة الثقافة دكتورة نيفين الكيلاني وبحضور واسع لفنانين وأطياف عديدة من المجتمع كبار وصغار رجال ونساء وأطفال بفرحة شديدة. هذا المهرجان مهرجان الطبول، هذا المهرجان في نسخته العاشرة للسنة العاشرة على التوالي يبدأ اليوم على مدى 7 أيام تنطلق بدءا من اليوم من هنا من سور القاهرة قاهرة المعز ولمدة 7 أيام. هذه ال7 أيام يوجد عروض شتى لفرق نحو 33 فرقة من دول مختلفة، سريلانكا، اليونان،
إندونيسيا، لدينا الجزائر، لدينا السودان الشقيق، لدينا اليمن الشقيق، لدينا فلسطين الشقيقة، فضلا عن نحو عدد لا يقل عن 33 فرقة من هذه الدول مجتمعة، بما فيها طبعا الفرق المشاركة من هنا من جمهورية مصر العربية. ألوان التراث المختلفة، هذا المهرجان يهدف إلى تقديم ألوان الفنون وألوان التراث المختلفة من كل الدول، ويختص بالفولكلور. هذه ألوان التي لا نقول بأنها تنقرض، ولكن نقول بأنها باتت خافتة وسط الألوان الفنية الحديثة على كل المستويات في العالم. هي تعرض المستويات أو تعرض الفنون التقليدية لهذه الدول. لدينا من مصر مثلا فرقة حسب الله، هذه الفرقة القديمة والشهيرة، فرقة رضا للفنون الشعبية، هناك فرق تشارك من جامعة عين شمس والعديد من الفرق الأخرى المشاركة من مصر، فضلا كما ذكرت عن الفرق المشاركة من الدول المختلفة. نحن الآن نرى كرنفال فني، نرى فنون شعبية بألوانها، ونرى أزياء شعبية، ونرى طرائق شعبية. هناك فرق أفريقية كما كتلك التي نشاهدها في الأفلام السينمائية العالمية، نراها رأي العين من هنا من هذه الساحة. نعم باسم أبو العنين مرسل التلفزيون المصري، كنت معنا من مهرجان الطبول، شكرا جزيلا لك. والآن إلى آخر أخبار الكرة والملاعب مرة أخرى سارة نجيب. شكرا لكما من جديد سحر ويوسف. مشاهدينا أجدد بحضراتكم التحية، هذه وقفتنا الرياضية للتاسعة. حقق فريق الرجال لكرة السلة بالنادي الأهلي فوزا كبيرا على حساب إي أس دان السنغالي بنتيجة 80-65 في بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة، والتي أقيمت بالعاصمة الرواندية كيغالي، ويعد تتويج باللقب الإفريقي الثاني لصالح النادي الأهلي بعد نسخة 2016 والأولى تحت الاسم الجديد، كما ضمن بطل إفريقيا المشاركة في بطولة كأس كونتيننتال كاب والتي ستقام بسنغافورة خلال سبتمبر المقبل. تقام غدا مباراتان في بطولة كأس مصر، حيث يستضيف فريق حرس الحدود نادي غزل المحلة في تمام 7 مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات مباريات دور 32 من المسابقة. كما يواجه فريق أمبي نظيره فيوتشر في دور 16 من بطولة كأس مصر في 9:30 مساء. يستضيف فريق يانج أفريكانز التنزاني نظيره اتحاد العاصمة الجزائري غدا على الملعب الوطني مكابا في دار السلام في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقي، وتنطلق المباراة في 4 عصرا بتوقيت القاهرة، فيما تقام مباراة العودة في 3 يونيو المقبل، ويحصل البطل على 2,000,000 دولار، فيما يحصل الوصيف على 1,000,000 دولار. توج بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني بعدما تغلب على مضيفه كولن 2-1 في اللقاء الذي أقيم على ملعب راين أنرجي في الجولة الختامية للمسابقة، واستغل البايرن تعادل منافسه بروسيا دورتموند على ملعبه مع ماينز 2-2 ليحسم النادي البافاري اللقب بفارق الأهداف بعدما تساوى الفريقان في الصدارة ب 71 نقطة. نهاية جولتنا الرياضية للتاسعة، والآن عودة مرة أخرى إلى يوسف وسحر، إليكما. شكرا لك سارة. فاز الفيلم السوداني وداعا جوليا للمخرج محمد كردفاني بجائزة الحرية في مسابقة نظرة ما بمهرجان كان السينمائي في فرنسا، والذي يزدل الستار على دورته 76. الفيلم هو أول مشاركة سودانية في المهرجان، وتدور أحداثه في الخرطوم خلال السنوات السابقة لانفصال الجنوب عن الشمال. كما فاز فيلم عصابات للمخرج المغربي كمال الأزرق بجائزة لجنة التحكيم، وحصلت المغربية أسماء المدير على جائزة الإخراج عن فيلم كذب أبيض. وشملت القائمة المختارة للمسابقة التي تسلط الضوء على الأفلام
المتميزة ذات القصص غير التقليدية 20 فيلم لمخرجين من فرنسا وأستراليا والصين وكندا والأرجنتين وتشيلي وإنجلترا وكوريا الجنوبية والبرتغال والبرازيل ومنغوليا وإيران. ومن مهرجان كان السينمائي إلى أخبار الطقس والأحوال الجوية نعود فيها مرة أخرى إلى سارة نجيب. إليك سارة. شكرا يوسف وصحر مرة أخرى مشاهدينا، هذه وقفتنا الأخيرة وأحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الغربية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها من القاهرة. القاهرة 34-21، الإسكندرية 25-30، مطروح 24-19، بورسعيد 30-20، والإسماعيلية 34-21. وإلى السويس 32-21، العريش 31-20، طابة 24-17، شرم الشيخ 34-24، والغردقة 34-24. ونذهب إلى الأقصر، والأقصر 39-26، أسوان 40-28، الوادي الجديد 36-25، شلاتين 33-25، وأخيرا حلايب 33-25. والآن مشاهدينا نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن نترككم مع أبرز لقطة لهذا اليوم. We'll be right back.
انتهت أخبار التاسعة وهذه تذكرة بالعناوين. الرئيس السيسي يؤكد الاستمرار في بذل الجهود لإنهاء الأزمة السودانية وتكثيف التواصل مع الأطراف الفاعلة لإنهاء الوضع الجاري. غدا انتخابات رئاسية حاسمة في تركيا والناخبون يختارون بين أردوغان وكليتشدار رئيسا جديدا للبلاد. تصاعد حدة هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية داخل روسيا واتهامات لكييف باستهداف مرافق لأنابيب النفط في عمق البلاد. بهذه العناوين انتهت نشرة أخبار التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال مستمرا مع يوسف الحسين. أهلا بك يوسف. مساء الخير يا صحر، ازيك يا يوسف؟ عامل ايه يا صحر؟ طول بالك شوية، ما تعملش كده لأن الجو اللي احنا فيه درجة الحرارة بره 35 هنا ماينس 35 جوه هنا تقريبا 16. طب يعني انا سقعان انت لسه داخل دلوقتي؟ انا بقالي ساعه ونص قاعد مع الاستاذه سحر وهي دايما بنبقى عارفين الموضوع ده فبنعمل حسابنا. لا هي انت مش عامل حسابك، وصيه على الاوض بتاعتنا بره تفضل الاوض مجمده تحت. يعني احنا كنا بنتفرج على الدب والباندا والسبات، احنا هنعمل سبات هنا يا صاحبي. ده حاجه كويسه يعني. حاجه كويسه، حاجه مريحه، ربنا معاك، حاجه تقلل الزحمه. عندها نظريات مذهله والله. ربنا معاك والله. شكرا جدا يا صاحبي، شكرا يا يوسف، واستاذنكم نبدا فقره.